اللهم اجعل أوسع رزقي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما بطن وخير ما ظهر، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.